بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 47 بعد 200. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، الصلاة والسلام على نبينا محمد المؤيد بالمعجزات الباهرة، أما بعد، فيواصل الشيخ رحمه الله كلامه عن محبة الله لعباده ومحبتهم له، فيقول: ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله، فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه. ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده، فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وذلك لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله، حتى قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية، ولهذا قرن الخشية بها في قوله: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وكان المشائخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر من دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية، لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة، وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية، حتى صار المنحرفون صنفين: صنف يقر بحقها وباطلها، وصنف ينكر حقها وباطلها. والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هو موجب محبة الله، كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها، كما في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل الطريق ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره،
لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيرة ولا غضب، ولا غضب لله، وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا في الحديث المأثور يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فقوله أين المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم. وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا. والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة، إلى أن قال رحمه الله: وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ولها أصلان، أحدهما وهو الذي يقال له محبة العامة لأجل إحسانه إلى عباده، وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. والله سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة، فإنه المتفضل بجميع النعم وإن جرت بواسطة، إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب. ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه، فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه. وكذلك كل من أحب شيئا من أجل إحسانه إليه، فما أحب في الحقيقة إلا نفسه، وهذا ليس بمذموم بل محمود. وهذه المحبة المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهلي بحبي. والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب أنه يحب إلا إحسانه إليه. وهذا كما قالوا: الحمد لله على نوعين، حمد هو شكر، وذلك لا يكون إلا على نعمته، وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له، وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه. فكذلك الحب، فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو أهل له، وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب من أجله. وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه، حتى جميع مفعولاته، إذ كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال، ويستحق أن يحمد على السراء والضراء، وهذا أعلى وأكمل، وهذا حب الخاصة. وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم، ويتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك أعظم من الماء للسمك، حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطيقون، وهم السابقون، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ذكر الشيخ رحمه الله أن محبة الله سبحانه على نوعين: النوع الأول محبته من أجل نعمه على العباد
لما جبلت عليه النفوس من محبة من أحسن إليها، والله سبحانه هو المنعم بكل النعم. النوع الثاني محبته من أجل ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا النوع أكمل من النوع الأول لما فيه من معرفة الله وإجلاله وتعظيمه، كما أنه سبحانه يحمد على كل حال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبهذا انتهت هذه الحلقة.